السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي وقناتكم خوتي السلياكيين، قناة الإفادة والاستفادة. اليوم البنات غنشارك معكم سكسو بدون جلوتين لأول مرة في القناة. ديما البنات كنبغي نشاركو معكم وكنبقى مترددة هاد المرة. يلا كتاب. غادي نحتاجوا لهاد السكسو البنات كي تشوفوا معايا دجاج ولا لحم الكرداس ولا اللي بغيتوا، لحم الراس، كل واحد ويدير سكسو بالحاجه اللي بغا. طره ديال السكسو البنات، اللفت، خيزو، القرعه الحمراء، المكور، اللفت المحفور، الدنجال والقرعه الخضراء، وهنا ربطت واحد شويه ديال الربيع مخلط. البصله البنات مشنفه بحال هكا، والسميده ديال السكسو اللي كنت شاركت معكم في المشتريات البنات واحد زليفه تقريبا. نتوما البنات غديروا الكميه على حسب عدد الافراد اللي عندكم. وغنحتاجوا زيت الزيتون، يمكن لكم ديروا تخلطوا ما بين الزيوت بجوج. وفي التوابل البنات غادي نحتاجوا الملحه والخرقوم عرق والبزار وسكينجبير. اول حاجه غادي نبداو بها البنات هي السميده ديال السكسو. غنديروها في واحد البانيو وغادي نخويو عليها الماء يكون طايب. وقبل ما نخويو عليها الماء غادي نبسبسوها بشويه ديال الزيت باش ما تعجنش. واخا هو راه ما كيتعجنش البنات اكيد، لان كي تعرفوا الذره راها واقفه ما كتعجنش. على هذا الشكل البنات نبسبسوها مزيان بهذيك الزيت ونخوض عليها الماء طايب. بعد ما طيبته في المقراج يكون طايب البنات غليان، وكنغطيوها بهذا الماء طايب اللي قلت لكم. على هذا الشكل البنات كتغطى، ما نكتروش غير القياس. على هذا الشكل البنات ونخليوها على جنب حتى كتشرب هذا الماء مزيان. هذه الطريقه البنات بحال اختصرتو عليكم فوره وحده، لان هاد السميده ديال الذره كتشد الطيب بزاف ماشي بحال سكسو. البنات غادي ندوزو نصبو سكسو ديالنا. غادي نديرو الكميه ديال الدجاج اللي كتناسبكم. انا البنات درت طريف واحد والكويميله كي كتشوفوا راه صغيوره، هذه خاصه ببنتي لاننا هي بوحدها البنات اللي سيلياكيا يعني راه كتقدها. وغادي نضيفو على الدجاج البصله البنات مشنفه، وغادي نضيفو التوابل الخرقوم والسكنجبير والبزار البنات والملحه وزيت الزيتون. غادي نردوها البنات فوق. كي كتشوفوا معايا البنات الكاميله ديالتي هي كتشحر، غنتسناو عليها شويه حتى تشحر مزيان، وغادي نرويو عليها بالماء يكون طايب البنات، ونتسناوها حتى تبدا تغلى ونرميو الخضره. بعد ما بدا كيتشحر لنا البنات الدجاج مع ديك البصيله والتوابل، غادي نرويو عليهم دابا البنات حتى الفوق الماء الكافي اللي غادي يكفينا فاش غيطيبوا الخضره ويطيب الدجاج وكلشي. ما نبقاوش نرويو كل شويه لان كتبسال البنات ديك المريقه. دابا غنتسناو عليها حتى تبدا تتبخ. كي كتشوفوا معايا البنات المريقه ديالتي بدات كتبخ. دابا غنبدا كنضيف في الخضره. اللفت المحفور البنات راه وقيتو هادي، استغلوه كلوه، راه فيه بزاف ديال الفوائد
خصوصا الوليدات كي كتشوفوا معايا درت اللفت المحفور اللفت العادي خيزو واحد الربيطه ديال الربيع. صافي البنات وغادي نسد عليه، غادي نقفلو البنات من الجناب ونتسنى عليه واحد شويه. تشوفوا معايا البنات صافي راني قادي السميده ديالتي في الكسيكيس ودرت واحد التقيبه الوسط. هذه البنات هي الطريقه ديال التفوار ديالتي انا. هاد التقيبه هذه كتطلع داك البخار مزيان وكيرجع عليه وكنغطيه هكا بشي غطاء من الفوق. كي لانه كي قلت لكم هاد السميده البنات راه كتشد شويه اليد ما كطيبش دغيا، يعني نحاول نساعدوها بشي طرق باش دغيا طيب لينا وما تجيش هكا. بعد ما فار لينا البنات الفوره الاولى كي كتشوفوا معايا راه كيكثر البنات كتولي كميه اكثر من اللي حطيته في الاول. غنخويه هكا في هذا البانيو هذا طريقه تقزع، يمكن لكم تخدموا في الكسريه نتوما اللي بغيتو. كيسخون البنات كي تشوفوا معايا على هذا الشكل. غادي نضيف ليها البنات الملحه البنات راه كيهز الملحه بزاف، ونضيف ليه شويه ديال البزار كي كتعرفوا البنات الذرة راه باسله شويه. نحاول نبنوها هكا بهاد المليحه والبزار، نحاولوا هكا نحلوه. واخا هو البنات راه ما كيتعجن ما حتى حاجه كي كتشوفوا معايا، واخا بدينا ليه بالماء غادي نضيف ليها البنات شويه ديال الماء. واخا درناه في الماء في الاول راه ماشي صافي ما نبقاوش نديروا ليه الماء، لا البنات ضروري غنبقاو نحلوه في كل فوره بشويه ديال الماء. لان كي قلت لكم البنات غنقول ونعاود باللي راه الذرة سميده الذرة اولا كسكسو ديال الذرة كلشي كيشد الطياب بزاف. شوفوا معايا البنات كنحلو بحال هكا باش كيشرب ليا هذاك الماء، نخليه واحد شويه البنات بما يشرب ليا الماء. وغادي ندوز للمريقه ديالتي، غادي نضيف فيها القرعه وليشو اولا المكور والدنجال. دابا البنات غادي ندوزو للفوره الثانيه كي كتشوفوا معايا راه كثر شي قداش ولا الحجم ديالو البنات ولات عندنا كميه كثيره. انا البنات راه كنقول مطيب كميه كثيره باش المره الجايه ملي بغي ندير سكسو كيكون عندي السميده طايبه. كنختار كنقتصر غير على المريقه كنغطيها هكا في البريمر غير كطيب ليا. هاد الطرق البنات راه مزيانين تيعاونوكم باش باش كتكيسو شويه على الصحيحه ديالكم، لان كي كتعرفوا الا بغيتو ديرو سكسو راه كديرو بالجلوتين وبدون جلوتين. بهاد الطريقه هادي المره الجايه كتنقص عليكم الخدمه. كي كتشوفوا البنات راه بدا كيطيب ليا. دابا غنضيف ليه الماء بحال قبيله ما كيتعجنش البنات باش ما ضفتو ليه الماء باش ما راه كيطيب دغيا على هذا الشكل. كتشوفوا معايا راني ضفت ليه الماء مزيان وندوقوها البنات. الا خاصها الملحه نضيفوها ليه. كي كتشوفوا معايا راه ما كيتعجن ما حتى حاجه، غنخليوه على جنب حتى يشرب لينا هذا الماء. كتشوفوا معايا البنات المريقه ديالتي ها هي كتبخ بدات كتقال شويه. غادي نضيفو القرعه الحمراء هي اخر مرحله البنات، وغادي نديرو السكسو ديالنا في الكسكاس ونجيبوه لهنايا باش يطلع فيه شويه البخار واحد شويه البنات. ونضيفو مطيشه محكوكه ومطيشه
دابا البنات غادي نضيفوا مطيشه الحب اللي قلت لكم ومطيشه محكوكه طريه، خلطهم بجوج البنات وغادي نضيفهم هكا في المريقه ديالتنا. بعد ما طابتينا القرعه ضروري البنات تسناو على القرعه حتى طيب. بالنسبه للمبتدئات البنات ان راه الطريقه هي الطريقه المعتاده ديال التكسو اللي كيعرفها كل شيء، نفس الطريقه تقريبا حتى ديال السكسو بالجلوتين. الفرق هو ان بالجلوتين يمكن لنا نديرو كنور العادي، كنور ديال السمن هكا شي منكهات، بدون جلوتين لا، تيخصو يكون كل شيء طبيعي. كي كتشوفوا معايا البنات غنخليها شويه تشد فراسها تخدر، نعاود نرد لها السكسو حتى هو. كي كتشوفوا معايا البنات راه بدا كيطيب صافي كما كي تشوفوا، والحبه على اختها ما معجن ما حتى حاجه. صافي البنات دابا غنتسنى غير تشرب ليا البنات، غادي ندوزو نسقيو الكسكسو ديالنا بدون جلوتين. هاد القصاريه هادي البنات راه صغيره، ها كتبان شويه كبيره في الكاميرا، هي راه صغيره البنات، كنديرها لبنتي هكا الا كنا مجموعين كتار دايرين القصريه، حتى هي كتبغي قصريه، وخديت لها قصريه صغيره منين البنات تحت شعار لا للحرمان بدون جلوتين، ما غاديش ناكلو حنا في القصريه وهي تبقى شهوتها في القصريه لا البنات. اشياء بسيطه راه كتخلي الطفل فرحان اولا داك الشخص السيلياكي فرحان، وما يحش براسو باللي راه مختلف على افراد الاسره ديالو. دابا البنات غادي ندوز باش نسقي، كي تشوفوا معايا باقي سخون البنات، ولكن البرد هذا راه الا ما تكالش سخون البنات راه بحال ما درتوه. هذا الشيء السخون هو اللي كيتكال، نحاول ما نكثرش البنات، اللي كتعرفوا فرد واحد خصوصا الاطفال راه ما كياكلوش الكميه اللي هي كثيره. كي تشوفوا معايا راه ما جا ما معجن حتى شي حاجه البنات، غير تبعوا هذه الطريقه ما بقيتش غادي يغلبكم كسكسو اولا سميده ديال كسكسو بدون جلوتين ديال الذره. دابا البنات غادي ندوز باش نبدا كنسقي في المريقه ديالي انا البنات، هذه هي طريقتي. كنحيد الخضيره بشويه باش ما تهرس ليش الخضره وباش نستفها هكا بطريقه زوينه. كي كتعرفوا راه العين كتاكل قبل من الكرش، وعاد من بعد كنبقى كنهز في المريقه بوحده. هذه البنات هي طريقتي باش كيبقى ليا هكا الكسكسو فيه واحد المنظر زوين، والخضره ما مهرساش، ما كنبغيش انا البنات الخضره تجيني مهرسه. كي كتشوفوا معايا هانتوما البنات شوفوا لاصوص كي دايره، خاطره وحمراء وزوينه غزال البنات، يجي هاد الكسكسو رائع. بعد ما البنات سقيتو هكا غير شويه لاني باقي غادي نسقيه من بعد، ودرت الحيمه هكا ديالتي في الوسط، طريقه اللي كيعرفوا ليها كاع الامهات المغربيات او السيدات المغربيات تبارك الله راه حادقات. غير كنحاول نشارك التفاصيل مع البنات المبتدئات اولا اللي جداد في هاد الحميه هادي او لهذا الريجيم. الكسكسو ديالنا البنات اولا القصيريه ديالنا صغيره بدون جلوتين بسميده ديال الذره، كي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالو، واحد القصيريه البنات كتشهي والله البنات، لا الكاميرا ما عطاتهاش حقها، كتشهي وجا خاطر كي شفتوا معايا المريقه ديالو، والخضره بقات طايبه وواقفه الصراحه زوين ولذيذ، غادي تفرحوا به الشخص السيلياكي اللي عندكم، وغادي يتجمع معكم نهار ديال الجمعه وهو فرحان بحالو بحال كاع الافراد. علاش لا البنات، كي كنقول لكم ما نحرموش، هي صعيبه شويه ولكن نضغطوا على راسنا ونصبروا، والله يشافي الجميع يا ربي. ونتمنى هذا الفيديو يكون يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه شي حاجه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.